فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض، بعضهم من بعض، ما قال أولياء بعض لأنهم أعدى فيما بينهم. نعم، وإن كانوا يظهرون أنهم جميع وأنهم، لكنهم فيما بينهم أعدى، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. نعم، فقال بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا، بعض بعضهم من بعض يعني يشبه بعضهم بعضا في المكر والخداع والسلوك، السلوك السيء. بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، دائما هذه صفة المنافق، يأمرون بالمنكر لكل، والمنكر كل ما تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة، هذا هو المنكر، وهو كل ما حرم الله سبحانه وتعالى، كل ما نهى الله عنه وحرمه فإنه منكر لأنه تنكره العقول السليمة والفطر المستقيمة. نعم، فهؤلاء يأمرون بالمنكر، هذه صفاتهم، أنهم يأمرون بالمنكر، دائما يدعون إلى الرذيلة، دائما يدعون إلى العري والتفسخ وخلع الحجاب وإخراج المرأة من بيتها إلى مخالطة الرجال، يدعون إلى تغيير الشرع والحكم بالقوانين والأنظمة ومسايرة الكفار، هذه دعاياتهم دائما واضحة، هذه صفات المنافقين وما أشبه الليلة بالبارحة. فالدعاة الآن من هؤلاء على قدم وساق، دائما يدعون، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ينهون عن التمسك بالكتاب والسنة، ويسمون هذا من الغلو والتطرف والتشدد والتزمت إلى غير ذلك، يزهدون في اتباع الكتاب والسنة والاستقامة. نعم، إنكار الغلو والتشدد والتزمت هذا أمر واجب أنه ينكر، لكن ليس التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والتقيد بالحلال والحرام، ليس هذا هو التشدد، وليس هذا هو التزمت، بل هذا هو الحق وهو المنهج السليم. وينهون عن، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف، ويقبضون أيديهم، يقبضون أيديهم كناية عن البخل، أنهم يمنعون الزكاة ولا يتصدقون ولا ينفقون، لأنهم لا يؤمنون بالله ولا يرجون ثواب الله ويحبون المال فيبخلون به ويخشون الفقر، ما عندهم أمل بالله عز وجل واعتماد على الله، ويظنون أنهم إذا أنفقوا أنه ينفد مالهم ويصيبهم الفقر، فهم يقبضون أيديهم عن النفقات الواجبة والمستحبة. هذه صفات المنافقين والعياذ بالله. نسوا الله فنسيهم، نسوا الله أي تركوا طاعته جل وعلا وارتكبوا ما حرم عليهم، فنسيهم الله، تركهم الله، وإلا فالله جل وعلا لا ينسى، النسيان الذي معناه الذهول، وإنما معنى النسيان هنا الترك، فالنسيان يأتي بمعنى الترك كما أنه يأتي بمعنى الذهول، والله منزه عن ذلك، وما كان ربك نسيا، لا يضل ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى، فالله منزه عن النسيان الذي هو الذهول وعدم الإدراك، وإنما المراد بالنسيان هنا الترك، نسوا الله، تركوا أوامره وأعرضوا عن ذكره، فنسيهم يعني تركهم من فضله وإحسانه، تركهم في العذاب. إن المنافقين هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله، لأن الفسق هو الخروج، الفسق في اللغة هو الخروج، والمراد بها هنا الخروج عن الدين. والفسق ينقسم إلى قسمين، فسق أكبر وهو فسق المنافقين، وفسق أصغر وهو ما يحصل من المؤمن من بعض المعاصي، فهذا فسق لكنه فسق أصغر لا يخرج منها الملة.